ثبات سريعه لتوقيف او توفير الحديد في الكمرات. عشان اوفر حديد في الكمرات مش لازم اخلي كل الحديد السفلي اللي في الكمرات يكمل لحد الركائز. في الركيزه الطرفيه والمسافه 10% من بحر الكمره تقاس من وجه الركيزه، انا مش محتاج الا نص الحديد بس السفلي بتاع الكمره اللي يكمل معايا. اما بالنسبه للركيزه الوسطيه يا جماعه، من وش الركيزه والمسافه 15% من بحر الكمره مش محتاج ايضا الا نص الحديد السفلي للكمره هو اللي يكمل معايا، وبكده نقدر اوفر كميه كويسه جدا في تسليح الكمرات. ايضا في توفير وتوقيف الحديد يا جماعه في الكمرات، ممكن اوفر حديد الحديد اللي موجود فوق الاعمده. الحديد اللي موجود فوق الاعمده يا جماعه في الكمرات المستمره عاده بنخليه يمشي ربع البحر الاكبر يمين وشمال، لا انا ممكن اخليه نصه يمشي ربع البحر يمين وشمال ونصه يمشي خمس البحر فقط يمين وشمال، وبكده برضو بقدرت اوفر كميه كويسه من الحديد. في النهايه اتمنى كنت قدرنا نوصل المعلومه. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكرا.